ان ادراك الرئاسه اولا ان في ازمه في الحكومه، يعني ده كان في تصلب شديد جدا في الموقف، وكان في رؤيه ان الحكومه شغاله كويس جدا ولا يوجد ما يدعو لتغييرها. حصل تطور ايجابي كبير جدا، ان القوى السياسيه كانت شايفه ان الحكومه ازمه مش جابت الانقاذ بس. حزب الوسط كان الدكتور محمد محسوب قدم استقالته اعتراضا على بقاء حكومه الدكتور هشام قنديل. فده تطور ايجابي في حد ذاته، يعني ادراك ان الحكومه تمثل عقبه سياسيه كبيره في يعني مسيره الاصلاح وبناء الدوله. بس مؤسسه الرئاسه ما اعلنتش كده، لا، مجرد المناقشه ان هيحصل تعديل او تغيير، يبقى ادراك ان الحكومه بتشكيلتها الحاليه عقبه في العمليه السياسيه. لكن المهم ادراك ابعاد الازمه في الحكومه، عشان لما نيجي نناقش تغيير ولا تعديل لازم نناقش اولا هي كانت ايه الازمه، يعني كان ايه وجه الازمه في الحكومه، وبناء على ادراك ما هو وجه الازمه في الحكومه هنقدر نحدد كويس جدا هو المطلوب تعديل ولا المطلوب تغيير. الازمه في الحكومه كانت متمثله في شقين، الشق الاول هو عدم الكفاءه، وعدم الكفاءه دوت امر مشهود من الجميع بما فيهم الحريه والعداله اللي في كثير جدا من اللقاءات السياسيه، اخرها كان لقاء الدكتور الكتاتم دكتور البلدعي، واللي قال له احنا منتقدين حكومه الدكتور هشام قنديل ومش عاجبنا الاداء بتاعها، وبيظهروا انتقاداتهم للحكومه بشكل كبير، وتيارات زي حزب الوسط وحزب الغد وجبهه الضمير كله بيقول ان في انتقادات على الحكومه، والكل شايف ان المجال الامني والمجال الاقتصادي ما حصلش فيه تقدم ملموس. برضو مش عايزين حتة ان كان في نبرة قبل كده، لا، ده الحكومة شغالة كويس جدا، بس الاعلام هو صحيح الاعلام ممكن بيركز على السلبيات بس المواطن مش شايف حاجة. وانا هنا هاخد نموذج الدكتور باسم عودة، ان رغم ان الاعلام ما كانش بيظهر ايجابياته بس المواطن لمس حاجة، مجرد المواطن لمس ان في تحسن ولو في مجال واحد رغيف الخبز، رغم ان في الجاز وحاجات تانية، المواطن بدأ يستشعر الامل، لا ده في كويس اهوت، ووقف جنب الوزير رغم ان اباطرة الفساد في التموين كانوا واقفين ضد الوزير، لكن المواطن لما شاف حاجة بتمس مصلحته حقيقة وقف بجوار الوزير. لكن ما اضطربش المواطن هو يقف بجوارك وهو مش لمس حاجة وانت بتقول له اصل الاعلام هو اللي بيشوه فيا. عدم الكفاءة ايضا مع توسع صلاحيات رئيس الوزراء بمقتضى الدستور الجديد اللي هو اصبح قرين لرئيس الجمهورية، وبلا شك يشهد الجميع ان الدكتور هشام رغم احترامنا الشخص الاخلاقه ودماثة اخلاقه، لكن المستوى الصلاحيات ده لا يتناسب مع الحكومة الموجودة. الاشكالية الثانية الموجودة في الحكومة هي الشراكة الوطنية، الحكومة يغلب عليها طيار واحد حتى لو عدد الحرية والعدالة فيها 9 أو 10، لكن الباقي ليس له توجه سياسي، الباقي يعني إما أنه شخص مستقل تابع في الجملة أو يخ